بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير الجاري. بالله كم تستطيب محطة لا غنى لسائم عنها واني أسدت لالو مالني بك جبدو بوتها نمني التفلالو بربادو هي جواب لسؤال ينبغي طرحه وتأمله في كل لحظة من اللحظات الصيام يرو صومات وفيون منك التفلال دندؤ مال إني آثار صوماتك هو بؤان صومر أرقم تكاهو فايدان صومر أرقم نتائج نساك جنن أجل معانيه وأنفعها إرقرتي معنا صوما بدان تحقيق التقوى يعني صدار ربي نما مركنايو نمني صدار ربي أرقاتو وان درين كامنج آلا وياهو كيس إسا وان درج آلا قرتي تولو ظاهر إسا تولو كما بيّن تبار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا تعليل لكتابة الصيام يعني والنمان صوبني واجبة إيفو ببيان فائدة الكبرى وان فائدان قدون أسكيستي وحكمته العليا وهو أنه يعد نفس السائم لتقوى جدا صدى ربي تيفنا ما صومو خنقب بيسا جدا أسكيسة ربين دوبا مالين بترك شهواته وان في فتي وفي إيسو الآن الطبيعة المباحة شهوة إساء وان مدران حلال تأيف وان مدران أغرتي بك ومرته رمضان في جنان حرام تأيف أغرتي هدو إساء كاسي امتثالا لأمره وإتسابا للأجر عنده سمعوني كون ربي رتا حسبات وفجج أمري ربي جلب وثم وفجج أما السواب برباد وفجج فتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة لين جيغا يا أرغتي وانسلا إرى أرغم إرى أرغم أفقب إيسيك نمني كون أغرتي أما اللي أبسودا دا وانسلا إرى أبسودا دي نغرتي إجتناب كان إرى أبسودا دي فيكون اجتنابها أيسر يعني اجتنابها أيسر إرما فقاتوا نمالا فا وتقوى على النهود بالطاعات أما اللي نجباتنا نخيل وججلتهم نقول أتججا سببني سومني واجبة إيف سببني سومني أغرتي ربي سبحانه وتعالى أسكيس الدبتي كان كانتو أسكيس جرا لعلكم تتقونا أججون كوني كان أثار إذا تقوى أججون كونه مالين تقوى أججون كجع علمائين أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا الدوكيتي الدو عذاب ربي قردوك هاو ججا وحاجزا وحجابا إيجسي وان الدوكيتي الدو عذاب يمنعك من الوقوع في الخطايا مع شاكيس كمبوني وان سيقول والمحرمات وان أرقما كيس كمبوني كان سيقول وكانت صدى ربي جلما وينجيك من النار إيجسي بيد ربي إراوان نقاح سباس وججو كان وقال طلق ابن حبيب ألك ابن حبيب نمني جرى متوقع كاج إلى رحمه الله التقوى تفسير التقوى the definition of تقوى أكاجي التقوى أن تعمل بطاعة الله والرب سينجرت هجج على نور من الله ترجو ثواب الله أكرد به صدى ربي يجوم مالي أن تعمل بطاعة الله والرب نتسي أججت هجج على نور من الله إيغسي إفا ربي سيكن رد ديمتك أجيلوم ربي سيكن رد ديمتك إتهججون ويتهججت كان مال ترجو ثواب الله من دار ربنا بربادت ثواب ربنا بربادت وأن تترك سدى ربي يجون وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل أكنت بين لعلكم تتقون يجون كان لعلكم تتقون وعد يوم بعد تم كان مشاكلين بارك الله فيك درس جرا ربي بركاسي هقوله دولة كان إيجاسي معصية رفقاته قيسوا معصية صدار ربي جدو أن ترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله عذاب ربي صدارته إيجاسي إفا ربي نسي كن وربي رسكاي رتي قيسوا تو كانت وقرتي تقوى جرمي وماما وأنها من أعظم ثماره ختم الله سبحانه وتعالى أول آية من آيات الصيام لعلكم تتقون يا رب دبر وختم آخر آيات أيضا بالتقوى
لعلهم يتقون اج ربين ذبت يجرت. فالصيام وسيله ناجعه وطريق قصير وسبب مهم ومقدمه عظيمه لتحقيق التقوى. صومني سنكيسا صومني صدا ربنا ما في دو كيست كرا غبابا كرا غرتي ار مهميته وان صدا ربنا ما جيس كيسا اسا توكو. فالصيام التي تزيل الخوف والحزن ايغسي صدا ربي تنتا صدا ايغسي صدا مرة ديم سفت ناسونا مرة ديم سفت نغينا ما فيد ايغسي بوارتينا ما فيد في الآخرة. والتقوى دافع للأبد للأمل الخير ويتناب الشر. يعني صدا ربي تيجون قبل شكنا قرم أوفا قرم التقيبة وطن أكا خيري وجهتو التقيبة نعم صدا ربي قبل قرم خيري وجهتو تتي قلبي نسافر قافت أمو هم ترى فقاتو رتي هم ترى قرتي اجتناب الشر. يعني كانتو صدا ربي جرمي واما ما بلين تي ربي صدا في ربي نوها كنو. قال أمعلم بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمعلم بن عبد العزيز أكجي ليس التقوى ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل. صوم صدا ربي جتون ويا صوم الأولاني هل كان دابتا بلومي تيجي والتخليط فيما بين ذلك يوكي ولدت ميتين را صوم اللي صومت هل كان دابتا جتون تيجي. ولكن التقوى صدا ربي جتون ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خيره. أكل جيدو بغتة لا إله إلا الله الله أكبر. نمني ربي إيغسي صدا ربي تيجون صوم ما في صلاة في غرتة الكن دابتة بيا صوم ما أولو كفامي تيجي مال مالي وار ربي إيسي سنجري ديسو نمني صدا ربي تيجون كان أما اللي وار ربي واجب سر ركاي جيسو جي نمني أموسن إيغسي أتشين بودا وان بر ربي سارزك إيه وجد وار ربي راس أورجر راغورو ربي سيهره جنن ايغسي غرتي وان واجب ربي سي ركاي هوجي تشو ربي سي لافي سي جنان وني اتشيم بودا خير ما خير راند بلمي خير على خير خير لخير جي مسلم نغرتي وني سرجرو في تحصيل فائده وهي تحقيق التقوى. شهر رمضان اكون رمضان كان كيس صدر ربي تركمي قلبي تي نكيس اجارمتي كمي قلبي تي نكيس بوتي كمي قلبي تي نكيس تغرتي غدابتي وان جيرو لا لنر حاجرات تبارك الله فيكم بلينتي لا يو كان أكرتي أكسيتي دوبا ربي سبحانه وتعالى نوها لافسو حالي أكرتي صدار ربي تلالامو كان جتا في تحصيل فائدة في هي التقوى في شهر رمضان وبذل جودا كبيرا لذلك لكفاه فضلا وشرفا وثمرة. نمني يو جودي وإكنا كيست والأنسوس الرائقم يو قول وان سلا برباچي سچوفا يوغوت كناف نمن اگرتي من لم يتق الله في رمضان نمن رمضان كيس رب سودان واليتو توته قلبي سا كنن تولچين فمتى يفعل ذلك وين دي گنا دو يوم يرون انسان اگرتي سودا ربي ارغتن يوم يرون اگرتي باكين اگرتي قلبي ساني تن ات ديب سني اجارا كناف ان شاء الله تعالى رب سبحانه وتعالى رب وهاهيرو ومن أبرز علامات التقوى. أما اللي صدى ربي من لتون وغردان بيكمون تحري الحلال يعني ومحلالا بربادة تيرو شوف رزقي تنتيت حلالا وانجرو حلالا رتديم واجتناب الحرام والرب الراس أورج الرافقات والحرص على مرضات الله إيقسي فتنتي. أما اللي قرتي حرصي على مرضات الله جانا لربي أكمي أرقى لتي كان قفاف كان سياجز يعني ربي قفا نما ياجز أنا مني قافة صدى ربي قباد والتسليم لأمر الله. أما سكرت نبتمت هذا ربي جلدين والرب سين جل ما سكمت بكل صغيرة وكبيرة تكوتاتو قدوتاتو بفسنين أكاسيتي ديم تجي تبارك الله فيكم. والإخلاص والور والزود يعني لا إخلاص ربي سيك إنك عبد صدار ربي قوات أكسم ورعي صداك يسا سبحان الله زهدي قبابتش الدنيا تنكيست والابتعاد أما مواطن الشبهات بك شبعة دكي شبعة بك قاقة بك تنكا بك ركو الرافقة تقلتك هنا ربي سبحانه وتعالى مؤمن توتا يو وصفه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
أولئك يسابقون في الخيرات وهم لها سابقون ورسنين خيري كيست أريفة جئي دبتي أنبيوت دبتي منتوت دبتي أكسمت كيلي تنكيس والدرقومان جئي على ما لساني كان جئي نمن بك خيري ديتي والدرقومون برباكي سجئي تبارك الله فيكم واني قرتين الرائق مكان علامات أقرتي صدار ربي لافوه مالين بينا نمني صدار ربي لافوه نسبيلاتي الخوض من الخوض مع الخائدين ورد أرى وجين أرو ملاقو بكر أراتي أرقمو وجي ورد أرى هجت وهجته ومجالسة الغافلين ورد ربي نقبن قمني ولين حريرو كما قبعاتو علامة نما قرتي صدار ربي برتي لافتي واني بيتون باطلة ورد أوفو أرقي جنة ولمار أوفا قرتي خلاص اتسينيتو أما اللي مجالسة الغافلين ورى ربي اندقته ربي اللي صدقت أحمد توفيق دي صدقته وجين أغرتي حريروج أباتو جيجا وطلب فضول الدنيا جا دنيا تنغرتي حرشاتو ترافي وانجل انت نغرتي إسي بربادت وضياع الأوقات فيما لا طائل تحته وان غرتي رؤ فيك أنا كمالي قلتو كيستي أرقى والاشتغال فيما لا يعنيه دوب ربي سبحانه وتعالى وان بوان كامني ربي نندلسيسين وان فايدان كامني ربي ننهججيسين وفريانت يا دنيا تنا كيسد وان دنيا تلي خير انسان تدي بي انو نغمچيس وان اغرتي اخرت اس ربي قدرانو كنين وهججيس يون تاين دلغا فايدان كامني ربي سينوججيسين وفريانت يا خناف تقوى جچون تفسير تقوى هي كان اسا غادين دياتو تقوى والله فاميت وفريانت يا بارك الله فيكم التقوى جئوي تبابا تقوى دبتي أكاتي فسري نمنر جتي صحابتي جتوكا كفسري وانجري تقوى جيتشون التقوى أوي تجئي الرحاسي التقوى هي الإيمان بالتنزيل الإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى جيتشون وارب بوستي أمناني إيغسي دوب أغرتي أمالي الإيمان بالتنزيل وارب بوستي أمناني والقناعة بالقليل وانتكو ربي سيكني قباتي قناعة قباتي أمس كنا أكبات كنا أجتُون مال إنما كنا أجتُون كنا قرتي سبحان الله إلونو أكمل أكهين كنا أجتُون دسي جت ومسنين جمد دجت ومرب بسيك نسنين جمد سبحان الله وتكلي كومبليني تكن قبض كومبليني ما تكن قبض تقوى قرتي أتي رب بسيك نجنا وني أتي را كومبلين قو تنجر كومبليني ما تكلي رب بسيتم بيك تقوى جتُون أكسي هيك علمنا بيتان التقوى الخوف من الجليل الإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل الاستئداد ليوم الرحيل لا إله إلا الله ويأغرتي أفقب إي سيتي لفجل ربي قد راسو داتي والربي بوستي أمنتي سينكي وان أغرتي خلاكنا نديمتو قب إي فجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ربي سينكي فردا الرجالان سينكي صدا ربي واني أتركك بتيدم تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاده أنت بغير زادي إجي أغرتي أكاد إجي أغرتي وان كراديم سرانا من سنيب سينكي تولفت بجي قبعي سينكي قبعي فت بجي مالي جنان أسو أتكوبان قمني يو دنغادة ديم أترضى أن تكون رفيق قوم أمتا والين ديم فيتا ومتى سينكي قبل لهم زاد وأنت بغير زاد إسان وانياتا وانفتا وايابتا كانك قبل أتمو واتك كان قبل أكمي والينديا مدبين كون كنافين دبين جبدو مالني حاسين كيف أنه صدى ربي رمضان كيس أفاها تتلشنو رمضان كيس أغرتي حاجة جبانو ونرغيتي رمضان كان كيس رمضان نكون إن أغرتي ربي سبحانه وتعالى رمضان كان نوفيده أكا صدان نماكن صدان ربي أكا حقك أمتو في جيتشو كانا صدان ربي أكا إتحقك أمتو كانا بارك الله فيكم التقوى كجنيلة اللي كانا تعني الخوف من الله في السر والعلانية ظاهرة في باطنة ربي الرسولاتون إمام ابن حنبل تقوى العبد لربه
أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه كان صدى ربي جتون وان سلا ادوك دلن سو ربي ست في دره في ابو وانا قرت عذاب اقاب ربي في دره في ابو كان صدى ربي جدما كلمان تقوى تني قران كيستي بكا غمي دفت بيتو جاءت بمشتقاتها المختلفه قود ادد دمي ادد تتقدم بباتي اشين لفظي غرغراتي لفظي ادددت يتقون تتقون التقوى جيتشود اكنا كنا كيسه ويتيول انت بكا غرتي 258 مره ابل ما 258 ابل ما في اي كسي دوبا ابل ما في شنتمي سديت بك ابل ما شنتمي سديتتي دوبت انت وين سودا ربي كن سبحان الله قرانك كيس كنين كيس اياني مرتسيتو نوتي نو اججغرتي روبا ان اتقوا الله ان اتقوا الله اتقوا الله حق تقاتي ان اتقوا الله واياكم وان تكفروا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أكن يا الذين متقوا الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أكنت كان فنا نقرت أيني صدى ربي هدود بتمت ربي سبحانه وتعالى ورقرت وان رجهفي وان براتت فيدا ربي إنها تاسس إن شاء الله تعالى ما حتاتنا ما حتى يمكن نقرت سجنتك إنك أرى أسيت أمورة أسيت أمنة بإذن الله تعالى سكنت اتئان من فضائل الصيام درجان صومنك أبو ما الفأوان جلون ولتدي بنا كناف إيغس يمو إلى أن نلقاكم مع مغطة جديدة حقا قرتي يشين تكاوك أن الداتي والأقررت نترك بالله كم تستطيب القروح ويبر وجوح الكسير بالله.